كلجنة اقتصاد وزراعة في هذه المنطقة والذي شجع على زراعة البطاطا بشكل كبير وزيادة مساحات المزروعة هو تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي كالمازوت، حيث تم توزيع كمية المازوت على المزارعين في المقاطعة، وهذا الشيء شجع على زيادة مساحات. أيضا تم توزيع الأسمدة بأنواع كاليوريا وسمات سوبر فوسفات، وأيضا تم عن طريق لجنة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الشهبان.